السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء الفات كيف أضفنا شوية إضاءة على المشهد، في إضاءة قلنا خلف الكاميرا موجودة، وفي إضاءة حطيناها على الباب هذا عشان تطويل المشهد من اتجاه هذا، في إضاءة حطيناها على الحيطة المنطقة الخضراء هذه وعلى المناطق الخضراء اللي هنا عشان تطويل اللون الأخضر تعطينا منظر ظريف شوية. في إضاءة الأساسية اللي حملناها أو إضاءة الشمس دخلت من الشباك وهي أثرها على الأرض، وكمان حطينا على الشباك إيريا لايت عشان نبين إنه هنا شوية ضاوي أو لامع زيادة عن باقي الأماكن. اللي الآن بدي أضيفه أو بدي أعمله بدي أحط بوينت لايت على الشمعة عشان تبين إنه في عندي شمعة متوهجة وعاملة تأثير على الأرضية اللي عندي. فراح أجي هنا أقول له لو سمحت اعمل لي إضاءة بوينت لايت. هي إضاءة إضاءة بوينت لايت هي إلها دائرة إلها مكان بس بتشتغل جوا، برا ما بتأثرش، بس أنا شايف حجمها كبير بالنسبة للشمعة تبعتي. فراح أروح على الإعدادات تبعتها، الرينج هذا راح أصغره بحيث إن يعني تبقى منطقية نسبيا يعني. وينك يا وين الطاولة عندي؟ أنا بدي أروح أطب هي الطاولة تبعتي. هي الشمعة وبتهيألي برضو هذا الرينج تبعها كبير على شمعة، راح أحطه صغير زي هيك. طيب الارتفاع تبعها هل هي جاي في الارتفاع الصح ولا غلط؟ شكلها جاي في الارتفاع الصحيح. خلينا اشوف، ارجع زي ما كنا هنا شيد، ولو سمحت خش جوا الغرفة واشوف الشمعة تبعتي. هاي ضوء الشمعة شكله جاي على الشمعة تبعتي، بس عشان اشوفها او تبين تعمل لي وهج في درو هيلو هذه انه تبين في وهج للصورة تبعتي، بين في وهج. شايفين اللون الابيض هذا اللي عمل بدي احوله للون اصفر، هاي اللون هاي الوهج تبعتها. الآن واضح إنه هو شوية طالع لفوق، إحنا بننزله على قد الشمعة، الإضاءة ضعيفة ممكن نزود الانتنسيتي شوية صغيرة، لأن لما زودتها كتير صار إيش لونها؟ صار لونها أبيض، فالإضاءة لما كانت صفرة وضوت بزيادة كتير صارت لونها على بياض. ممكن أخليها على حمارة أشوف أجرب يعني بين الحمار راح احرك الكاميرا شوية صغيرة تبعتي لانه جاي وراء الصورة مش مبينة كتير. هاي الكاميرا تبعتي، هاي المين كاميرا، اوكي شوية صغيرة. اوكي هاي الاضاءة الصغيرة هاي التأثير الصغير الوهج عشان يبين انه في كأنه الشمعة لها لهب يعني. هذا اللايت الاولاني اللي انا بدي استخدمه، اللايت الثاني هو نفسه البوينت لايت راح انسخه كنترول دي هيو، بس راح اشيل الوجه اول مبدئيا، خلي الوجه عشان اشوف بس الاعدادات تبعتي، راح اكبر الرينج تبعه بحيث انه يخبط في الطاوله، الرينج تبعه يبلش يخبط في الطاوله، وراح ازيد شده الاضاءه اللي عندي، اقيم الوجه هذه إيه، خلينا اضيف المشهد كله ضوان، ليش المشهد كله بدي بس المنطقة تبعتي، اذا راح اضطر ازيد شدة الاضاءة. يلا يلا طلع بلشت الاضاءة، الان احنا حطينا ضوء عالي، ضوء مكانه بينفع انزله لتحت، انا بعدين يبين بس على ايش على الارضية تبعت النضاوي، مش لازم تبقى الشمعة ذات نفسها او اوريدي داخلة فيه الشمعة، هيك المشهد لو انا حركته يعني، لكن انا بدي ابين بس على المنطقة تقريبا انه في اضاءة حوالين الشمعة، هي الشمعة ضاوية وفي اضاءة حوالين الشمعة تبعتي، شدة الاضاءة يعني خلينا نخفف منها شوية صغيرة، مع ملاحظة انه الضوء هذا ايش مكتوب عليه هنا ريال تايم، هذا ما بحتاجش ان انا يعمل ريندر، هذا مباشر لان انا مختاره ريال تايم مباشرة بعمل، وهذا لو كانت بتحرك راح يكون مباشرة الضوء قاعد بيتحرك ما فيش مشاكل، فهذا بيختلف وضعه، هذا اونلاين احسن اسهل في التعامل، لكن ايش مشكلته؟ برضه في اللعبة اثناء اللعبة راح يبقى المعالج تبع اللعبة تبعت بالذات اذا كان على جوال راح يبقى معالج الجوال قاعد بعالج في الاضاءة هذه، وهذا اشي متعب على الجهاز، فاي ضوء مش ناوي تحركه او مش ناوي يتفاعل مع اجسام متحركة المفروض ما اخلوش ريال تايم، ما ايش اخليه؟ اجي على المود اقول له بيك بيك، انت برضه يا ضوء انت بدك تتخزن في ملف، بديش اياك تبقى يعني تتفاعل مع الاجسام اللي بتتحرك لانه انت عمليا ما بتتحركش،
في الحاله تبعت الشمعة دي مش ناوي احركها، وبالتالي انا راح اخليه بيك، بس راح اخر اضبط الاضاءه واضبط الامور كلها معي، بعدين في الاخير راح احولها بيك وتتخزن جوا الملف تبعي. هاي عملت اضاءه الشمعة تبعت، الضايل اعمل انه في عندي اضاءه على الحيطه اللي عندي يعني. انا متهيألي الكاميرا برضه بدي الفها شويه صغيره، بس هي الكاميرا مش متفاعله معي، في كل ما امسك الكاميرا بحس الجهاز بده يعلق يعني. ايش مشكلته مع الكاميرا؟ مش صحبه ليش؟ مش عارف. خليني اجيب شويه من هان، ارجع للاريا لايت هذه، يبدو انه الاضاءه تبعتي شويه مأثره على الحيطه تبعتي، فراح اقلل الرينج. وينك يا بوينت لايت؟ هي الرينج راح اقلله عشان ما يجيبش تاثير الغرفه تبعتي هان، وراح انزله لتحت شويه صغيره، بديش يوصل الحيطة، انا هاي الاشكالية اللي عندي. وقلل الرينج، خليه نص مثلا، خليه واحد. اوكي، هاي اللي بديش يخبط في الحيطة. هيك اوريدي مش وصل الحيطة، لانه الدائرة تبعته بس في المنطقة، فهو بأثر فقط على المنطقة، ما ملوش علاقة بالباقي يعني. الان راح اجي احط على الحيطة هذه سبوت لايت، حط عليها سبوت لايت من باب ان احنا يعني نستخدم انواع الاضاءات ونشوف لكل اضاءة ايه يعني كيف طريقة استخدامها. فراح اجي على المشهد تبعي هنا اقول له لو سمحت ضيف لي اضاءة، خلي لي اياها سبوت لايت، اضاءة كشاف. اضاءة الكشاف تبعي مش عارف ليش الكشاف زعلان وحاط راسه لتحت، اوكي انا بدي اياه يبقى لتحت. وقربوا على الحيطة طلع الكشاف هي قدام مبين، ليش؟ لانه نوعه ريال تايم مباشرة، بدوش يقعد يرندر لي هان واستنى النتائج تبعتي. الان حطه، اول شيء بدي اشي ازيد شدة الاضاءة، انا دائما بحب تبقى شدة الاضاءة زايدة، وبعدين انا حر فيها اوطيها اعليها انا حر، بس في البداية تبقى الصورة واضحة عندي. لونه بدي اياه يبقى مثلا مش بعيد عن لون الحيطة تبعتي يعني، على زراقي هيك يعطي نفس الفضة تبعها. وخليني امسك الضوء تبعي واحطه جنب الحيطة يعني. اوكي طيب، الضوء هذا راح اطعجه شوية صغيرة، بدي انا يعطيني احساس انه هو موجود على الحيطة، الحيطة انا مضوية شوية زيادة عن اللزوم. طيب مش مبين الاضاءة على الحيطة يعني، لما احطه عند الحيطة مش راح مش مبين معي، خليني ارفع لفوق شوية. طيب هو مبين عندي تحت هنا، لكن انا بدي اياه يبين على الحيطة، الحيطة واضح انه عليها شوية اضاءة زايدة، عليها شوية اضاءة فمش مبين معي. طيب ايش راح اسوي؟ راح اضطر اضعف هاي الجسم، هاي الضوء تبعي هذا المحطوط هنا، راح اضعف الاضاءة المحطوطة على الحيطة تبعتي. وينك يا اضاءة اريا لايت؟ مش هذه، هذه بتهيألي ممكن اطفيها كلها. الان طفيتها، بده يعمل ريندر ويعدل على الخامات زي ما احنا متعودين في الاريا لايت. راح استناه، راح ان شاء الله هذا تضعف الاضاءه اللي هان، فانا احط ضوء الكشاف اللي عندي فيبلش يبين على الحيطه تبعتي. كل هذا اللي صار بس عشان انا طفيت الضوء هذا، راح يعدل على كل الخامات تبعتي من اول وجديد. طفت الحيطه تبعتي او طفت الاضاءه اللي على الحيطه، ارجع للكشاف وان شاء الله ما يغلبنيش المرة هذه. طيب بده يروح هو لجوا شوية صغيرة، بده يطلع لفوق شوية صغيرة. تقريبا انزل شوية لتحت. الان ازيد شدة الاضاءة تبعتي انتنسيتي، هاي شيء هاي الضوء تبعي لونه بدي يعني ابيضه شوية هيك، او اذا بدي اخليه على صفر اشوف. لا 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 خليه زي ما كان، بس ابيض شوية صغيرة وخلص. اظبط مكانه برضو، خلي مكانه يجي تقريبا زي هيك، وضويل المنطقة اللي تحت هذه. ممكن اوسع او ازغر فتحة الاضاءة تبعتي. لو جيت على الرينج، اسف مش الرينج، لو اجيت على
اوكي راح يعني اكبره من هنا، بنفع اكبره او ازغره من الفتحة تبعتك. هو كان اوريدي كويس عجبني. ممكن اجي اعمل كنترول دي واحط جنبه كمان ضوء تاني، فبين انه في عندي ضوين جايات هنا. ايش بدي كمان احط؟ ممكن نكتفي بهيك يعني الاضاءات، هيك المشهد صار عندي ضاوي مش بطال، يعني في عندي شوية اضاءات كويسة مش بطالة، لكن انا حاسس انه المنطقة شوية ضاوية زيادة عن اللزوم. فيها انا حطيت اريا لايت، انا كني على ما اذكر انا حطيت اريا لايت، يمكن هو بأثرها. تنشوف الاريا لايت هذه على الشباك، اول اريا لايت حطيتها. خلينا اجرب اطفيها واشوف المنطقة هذه كيف بصير منظرها. طبعا الاريا لايت معناته بده يعمل بيك، معناته بدي اقعد استنى، لكن انا راح اركز على المنطقة دي واشوف ايش النتائج راح تصير معي. ما اثرتش في اضاءة تانية، انا يبدو مزودها بس في منطقة تانية. راح ارجعها زي ما كانت، مش منها الضوء العالي، قد يكون من الاضاءة هذه، بس مش راح اضل اجرب وانا بسجل الفيديو، فراح اسيب الامور ان شاء الله تبقى مفهومة واشوف في عندي شوية اضاءة زايدة، بنشوف من وين. ممكن تكون من ضوء الشمس اوريدي اريا لايت. طبعا هذه اسف دايركشنال لايت، ايش محطوط عليها؟ ميكست، يعني بتزبط مع الريال تايم والبيكت. فانا راح اجي اضعف الاضاءة، هي 16 خليها مثلا 6، بس انا عايز اشوف الاضاءة هاي مباشرة خفتت، برضو مش هي سبب الاضاءة تبعتي، مش هي سبب الاضاءة الزايدة في المنطقة هذه. على العموم ضايل لي حاجة واحدة صغيرة عملها، انه كل انواع الاضاءات، اول شيء الشمعة هذه انا ما خليتهاش بيكت، ممكن اروح على الشمعة تبعتي هذا اول شيء اخليها ستاتيك. ليش ستاتيك؟ لانه الاضاءات اللي من خاصية البيك ما بتشتغلش الا على الستاتيك، فلازم اقول انه الشمعة هذه انا مش ناوي احركها هي واولادها. طيب وانا بلش ابني من اول وجديد، واقول له اسمع الاريا لايت ما هي كلها اوريدي بيك، بس البوينت لايت بيقول له مش ريال تايم، انا الان كله بدي احوله بيك، كل الاضاءات اللي عندي تتخزن على ملف عشان لما تشتري اللعبة ما يقعدش يغلب حاله. فراح اقول له انت بيكت وهذا كمان ريال تايم، كله راح احوله بيك، سبوت لايت بيكت، وانا راح احوله بيكت. اذا كل الاضاءات اللي عندي بما فيها المنطقتين هذولا صار كلهم بيكت. واضح هو قاعد بيعمل بيكت، ايش مالها ضعفت الاضاءة. خلينا نشوف بس يكمل على الاخر، ضايل شوية الآن، لأن أنا بدي أحافظ على جودة عالية راح أروح وأرفع جودة الصورة اللي بحط عليها الإضاءة، يمكن ياخد وقت، خليني أوقف أعود أرجع. أوكي هو لقيت الآن خلص. لو أنا جيت انتبهت أو طلعت على المشهد تبعي راح ألاقي مثلا إنه الكشافين هذول كانوا في الصورة الأولانية أوضح، قبل ما أحولهم بيك وأعمل ريندر هان كانوا أوضح من هيك. إيه عشان اتغلب على الموضوع هذا انا لازم ارفع جودة الصورة، بس قبل ما ارفع جودة الصورة راح اروح على الاضاءة هذه. تو انا شفتها لقيتها انه هي الاضاءة هذه عالية شوية عاملة لي الضوء اللي هاني الزايد، راح اخليه من 15 ل 5 واخليه يعمل بيكت، راح الاقي انه الاضاءة اللي هنا خفت شوية، فهذول بصير ازرق في المشهد. طبعا كل الاضاءة بتأثر. يعتبر هو هيك سريع يعني نسبيا، لأن احنا مخفضين جودة الصورة اللي بنشتغل عليها. الآن نطلع راح نلاحظ انه المشهد خف، هدول بين، لكن هدول عليهم بلور مش واضحات. ليش مش واضحات؟ لأنه جودة الصورة أصلا مش واضحة. بروح أخصص الإضاءة، وهذا آخر مشهد أنا ممكن أعمله أو آخر شغلة ممكن أعملها، وأقول له لا يا عمي انا بديش اياك 256، الان انا بدي اياك 1024. الان لما نحاول 1024 يمكن كان تاخذ معنا نص دقيقه، يمكن تاخذ معنا 10 دقائق. راح اقول له انا بدي الصوره، اني صوره بحكي عنها هذه؟ الصوره هذه اللي بنتيجها هو قاعد،
صور دول قاعد بنتجهم بقول لهم اسمع انا بديش اياك، بديش اياك 256 في 256، ها ايش بدك اياه؟ بدي 1 كي 1024 في 1024. الان راح نرندر وراح نشوف بالذات المنطقه هذه اللي انا راح تصير واضحه، بس انا راح اوقف التسجيل واستنى فتره وعاود ارجع لكم بعد ما اخلص يرندر. الان انتهت عمليه الرندر، اخذ حوالي 10 دقائق. لو اطلعنا على جوده الاضاءه اللي هنا الصوره اوضح وواضحه كثير معي، بس انا كان في شغلتين عملتهم. الامبيانت اكلوجن حتطلع عليه صح، الامبيانت اكلوجن هذا بيعطي في الاماكن في الزوايا هنا حاجات شبه ظل فبيجمل المشهد، ففي الغالب دائما نعمل امبيانت اكلوجن عندي. الشغله الثانيه المفروض اعملها ان اضعف الاضاءه اللي هان، يبدو ان الاضاءه ساطعه كثير بعد ما حولت الاضاءه بيكت هان كانت ساطعه، فانا بدي اعدل عليها، بس مش راح اعدل عليها واستنى كمان 10 دقائق. هيك بتبقى ان شاء الله المشهد اكتمل تبعنا والاعدادات 1024. واذا بدي بقيم اوتو جنريت، الان لو قمت اوتو جنريت ومحيت كل الاضاءات اللي عندي هان ما بأثر المشهد عندي، بس انا في الغالب بخليهم عشان لو بدي اعدل عليهم في المستقبل افعلهم، بس اوتو جنريت انا الان طفيتها. هيك انا خلصت المشهد تبعي، والمشهد تبعي صار جاهز والصور جاهزات عشان يستخدمهم اليونيتي اثناء اللعبة. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.